السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاب صلاح البتني. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا اليوم، ما تنساوش تصلي وتسلم على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله راح نحضروا آخر وصفة أو آخر حلوة من سلسلة حلويات عيد الفطر 2021. هذه الحلوة سلكت لوحة آخر حلوة، نديروها بطريقة سهلة وبسيطة وأيضا سريعة في التحضير، والشكل تاعها راقي وأيضا بزاف بنينة. تقدري تحضريها في الليلة الأخيرة نتاع العيد. واش نحتاجوا فيها كمقادير؟ نبدا على بركه الله. عندي 250 غرام مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه، راح نضيف لها زوج صفار نتاع البيض، وعندنا ايضا كاس نتاع سكر كلاسي او سكر ناعم. نضيف لها ايضا لافاني، وراح نخدمه بيدينا، وايضا نضيف لها قرصه نتاع الملح ونخدمه بيدينا مليح هذيك الزبده مع البيض حتى ينسجموا هذه المكونات. نضيف ايضا 2 ملاعق تاع نشا، الملعقه الاولى ونزيدوا لها الملعقه الثانيه، ونزيدوا نخلطوا حتى ندخلوا هذيك النشا كامل في الزبده. راح نضيف لها ايضا 2 ملاعق نتاع كاوكاو يكون ملحي رقيق، هذه خطوه اختياريه. ونزيدوا نخلطوهم، وعندنا دونك بقاو لنا او بقات لنا عفوا الفارينه والكيس تاع خميره كيميائيه. نبداو نضيفوا لهنا في الفارينه، بسم الله. راح تديركم لهنا حوالي 400 غرام نتاع فارينه. نضيفوا ايضا الكيس نتاع الخميره، ونبداو نلمو لهنا بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. يعني هذه العجينه راهي مماثله لعجينه الصابلي، ما تبغاش العجن، فقط نلموها. والكاوكاو ايضا هنا ماهوش اختياري، او عفوا ماهوش اجباري، فقط اختياري، ولكن راح يضيف لها ايضا نكهه ورائحه. دوك كنا نلم العجين تاعي وبعد ان شاء الله نرجع لكم. اذا شوفوا قوام العجين تاعنا كيفاش راهو طري. دوك راح نغطيه ونخليه على الاقل ربع ساعه يرتاح باش نقدر نخدم به من بعد. اذا دركا بعد ما مرت عليها ربع ساعه راح نبداو في تشكيل الحلوه تاعنا. نهزوا عندنا ميزان، تقدروا ديروا نتوما بالميزان كما تحبوا، نشكلوا بهذه الطريقه ومن بعد نرجعوها نديروها صبيعات بهذا الشكل، حوالي 5 سنتيمتر حتى 7 سنتيمتر هكا. من بعد لهنا عندنا بياض البيض، وعندنا الكاوكاو اللي رحيناه متوسط ماهوش رقيق. نجيبوا لهنا هذاك البياض وراح نمسحوا به الحلوه تاعنا. من بعد نحطوا الحلوه تاعنا هنايا، نرمدوها في هذاك الكاوكاو مليح، نهزوا الحبه تاعنا من بعد نبسطوها شويه ونحطوها في بلاطو، نحطوها في بلاطو اللي نكونوا رشيناه بالفارينه بهذا الشكل. راح تشوفوا كيفاش، ونحطوا لهنا جينا بهذه الطريقه. ومن بعد راح يزيدوا يتفتحوا كي نحطوهم في الفرن. اذا انا نكمل على نفس الطريقه، بعد ما نكملهم ان شاء الله نرجع لكم. اذا الحلوه تاعنا كما كنتو بعد ما شكلناها دوك راح نفوتها للفرن. الفرن كل شيء علته مسبقا على 180 درجه، نطيبها من تحتها ونزيد نعطيها تحميره خفيفه من الفوق، ومن بعد ان شاء الله نرجعوا بعد ما نطيبوها وندير لها كلاصاج. اذا لهنا الحلوه تاعنا راهي طابت معنا، شوفوا كيفاش الشكل تاعها ما شاء الله، وايضا راهي تقرمش. عندي لهنا ايضا الشيكولا، انا استعملت هذه ماكسو اطارتيني، حاولوا تسخنوها شويه باش تطلق روحها. ونجيبوا لهنا راح نديروا حبه على حبه، بسم الله، بهذا الشكل نمشيو هكا، ديروا كميه لا باس بها. ونجيبوا الحبه الثانيه هكا ونلصقوا حبه على حبه حتى تشوفوها خرجت منها على الجوانب، ونحطوها ونخليوها حتى تبرد، ونكمل انا كامل الكميه تاعي بنفس الطريقه، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو في الاخير في صحن التقديم. اذا الحلوه تاعنا راهي امامكم كما راكم تشوفوا الشكل تاعها، جات محشيه لداخل بالشيكولا. هذه بالنسبه للحلوه فقط حلوه جافه كاخر وصفه، كيبقاو لك الحوايج ولا تقدري تحضري وصفه كيما هذه سهله وسريعه في التحضير والذوق تاعها رائع.
اذا هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جامو كومونتي لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر، تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم وسلام.